تواصل إدارة الأوقاف السنية تنفيذ حزمة من مشاريعها الموسمية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي مشروع ماء السبيل أحد هذه المشاريع الخيرية التي تنفذ خلال شهر رمضان، وذلك بهدف توفير المياه المعبأة على جوامع ومساجد المملكة. مشروع ماء السبيل أحد المشاريع الخيرية الضخمة التي تشرف عليها إدارة الأوقاف السنية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع أحد شركات المياه في مملكة البحرين، والتي تسهم بتوفير ما يقارب 1,000,000 علبة مياه معبأة توزع طيلة أيام الشهر الفضيل على مختلف جوامع ومساجد المملكة وتجمعات تفطير الصائمين في المحافظات الأربع. تم إدارة الأوقاف السنية بجميع الجوامع والمراكز في مملكة البحرين بتوفير كافة سبل الراحة للمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وبدأت الفكرة ما يقارب 18 عام من خلال وقفيات تنص على سقي الماء، ومن اهتمامات إدارة الأوقاف السنية تنفيذ شرط الوقف، وهو مشروع ماء السبيل الذي يوفر المياه على تقريبا 500 مسجد وجامع، بالإضافة إلى مراكز تفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك. وتخص الإدارة ميزانية ضخمة للمشروع تصل إلى 60,000 دينار تقريبا. إن مشروع ماء السبيل يعد من أهم مشروعات الإدارة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يلقى إقبالا كبيرا واستحسانا من المواطنين والمقيمين، حيث أن ماء السبيل يعد من الاحتياجات الأساسية للصائمين والمصلين. طبعا بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع بالتعاون مع شركة عذاري بتغطية جميع المساجد والجوامع في مملكة البحرين بتوفير الشاحنات وتوزيعها على كافة محافظات مملكة البحرين خلال شهر رمضان المبارك. وتهتم إدارة المصنع على إنتاج مياه ذات جودة عالية، تمر بعدة مراحل من اختبار جودة المياه إلى التعبئة بطرق آلية، ومن ثم التغليف والتوزيع. مصنعنا يعتبر من المصانع اللي له عدة شركات داخل مملكة البحرين في عديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الأوقاف، مشروع الأوقاف السنية. الحمد لله شراكتنا والتي نعتز بها مع الأوقاف السنية في صناعة المنتج بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم إنتاجه بأفضل مقاييس ومعايير الجودة المطابقة لمواصفات وزارة الصحة، بالإضافة لمقاييس الجودة الخليجية. يتم الإنتاج على التوالي من استلام المواد الأولية حتى دخولها إلى عملية الإنتاج من ماكينات عالية الجودة، ويتم توزيع بعد الإنتاج بعد حفظها في المستودعات 48 ساعة، وذلك تطبيقا للمقاييس والمعايير العالمية بخروج الأوزون منها بعد هذه الفترة الزمنية. يتم التوزيع على المساجد بالتنسيق مع دائرة الأوقاف السنية، والتنظيم بشكل دوري أسبوعيا ويوميا وشهريا. مواسم الخير والعطاء لا تتوقف لدى إدارة الأوقاف السنية، وهي تحرص باستمرار على إطلاق المشاريع النوعية لخدمة مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها مشروع ماء السبيل، نظرا للأهداف والمعاني الإنسانية العظيمة التي يحملها في طياته، بالإضافة إلى إقبال المسلمين على التبرع لهذا المشروع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر الساعي إلى توفير الماء بالأجر الكبير والثواب الجزيل. يأتي هذا المشروع الخيري والذي تنفذه إدارة الأوقاف السنية على مدار السنة، وخصوصا خلال أيام الشهر الفضيل، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للمصلين ومرتدي الجوامع والمساجد في شتى محافظات المملكة. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.